عندنا فراخ هنشويها ومعانا لازانيا هنعملها بالسبانخ ومعانا شوربه بطاطس. ايهما ياخد وقت مننا في التسويه ويحتاج لنروع عليه؟ الفراخ. الفراخ هنبدا نشويها مع بعض ونقطعها ونشوف هنعملها بطريقه جديده ازاي بالاعشاب والليمون. المقادير على الشاشه. فراخ، فرخه سليمه، تعمدت اجيبها سليمه، ما كنتش عايز اجيب صدور فراخ، فانا حبيت اجيب الفرخه علشان احنا دايما بنشوي الفراخ السليم. ومعانا من الزبده مكعبين والبقدونس والشبت وبصل وطماطم وملح وفلفل وتوم، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه بابريكا. المقادير على الشاشه في متناول الجميع، ولكن تعالوا نشوف هنشويها مع بعض ازاي. اول حاجه بمسك الفرخه دي اقطعها كده واروع عليها، وده مهم جدا. وما انصحكيش تشتري فرخه من عند الراجل الفرارجي او محل الفراخ او من المجزر اللي بتشتري منه ايا كان، وتقول له قطعها لي. انت روح البيت كده، مره تقطعها حلو ومره مش هتقطعها حلو، اتعلمي فيها، ولكن انصحك انك تقطعيها. علل ولماذا. الفراخ من الحاجات اللطيفه اللي الواحد يستمتع ان هو بيقطع فيها ويعملها بالطريقة اللي هو عايزها، ولكن اللي يهمني في الموضوع ان الاصابات اللي بتحصل جوه المجزر ما بين الموظفين، والله الكلام التفاصيل اللي بقولها ديت انت لازم تعرفيها. وارد انه ممكن صباعه يتعور، يتجرح، يتعمل، فخليكي في الامان. لما تغسلي انت فرختك وتقطعيها وتعمليها تبقى عارفة المصدر بتاعها والنظافة بتاعتها والشياكة. هنا الفرخة تتغسل وهي سليمة، اتقطعت ما تتغسلش. الفرخة دي مغسولة وزي الفل، زي الفل اهيت. فرخه دلوقتي لازم ان احنا نحترمها ونقدرها ونهتم بيها. فرخه غسلناها بملح بدقيق، المهم انك انت شلت الزفاره منها. ممكن تنقعيها زي ما هي كده في محلول حمضي من الملح والخل والليمون، عصير برتقال، والفرخه معاكي شمعه فله منوره. هنقطعها حلو الكلام مع بعض. سكينه حاميه. اول حاجه بفكر ان انا اشيلها منها السلسلة اللي في النص، أنا مش عايزها. السلسلة دي بتعمل لي مشاكل، حتى لو بشوي الفراخ سواء بخليها سواء إن أنا بعملها كريسبي أيا كان، بتعمل لي مشاكل فيها يا عم الشيف، بتاخد وقت كتير في السوى. السلسلة دي ما ينفعش إن أنا أرميها، أنا بخليها على جنب. والله عندي شوربة زي دي بحطها كده، أعمل شوربة بطاطس أستفيد بالشوربة بتاعتها. شفت الطعم جه منين أهي؟ السلسلة. ملوخية. ماشي حلو الكلام. طيب دي سبانخ طازة جميلة. السلسلة بتاعت الفرخة أنا حطيتها هنا عشان أستفيد بالشوربة أو المرق. أنا دايما بصنع الشوربة والفليفر من أصابع إيد العشرة، طريقة أمي. أمهاتنا كلهم ما كانوش يعرفوا مكسبات الطعم، من إيديها يطلع الطعم، من نفسها يطلع الطعم. أدي الظهرية بتاعت الفرخة والسلسلة أو ظهرها، بحط معاها فص توم حلو، وحضر شوية شوربة حلوين كده. الشوربة دي ممكن أعمل بيها البشاميل، ممكن أعمل بيها شوربة البطاطس اللي أنا هشتغل بيها دلوقتي. ده عود كرفس حلو، اللهم صل على النبي. طرنشين من الليمون أو شريحتين من الليمون، شوية بصل حلوين وأنا واقف كده أهو، جزر ماشي، حبهان ورق لورو. بقى عندك شوية شوربة تستخدموهم في حاجات كتيرة أوي، وأنا واقف كده بسلم. هناخد الفرخة بعد كده. عدد أفراد الأسرة كام؟ 5 6 7 8، تقدر تخلي الفرخة دي تكفيهم. معاك شيف شاطر بيحب يوفر، مش هنقول تبذير، توفير. نقطع الفرخة دي على 8، سيبنا شغال كده. أدي الدبوس ده مناب، وأمسك كده الجلد ده أطلعه أحطه هنا مع السلسلة يتسلي. شفت أنا شغال إزاي؟ وأحط دي هنا الحتة الحلوة دي كده. الصدر هنا أهو باخده كده بالسكينة، اتقطع نصين حلو قوي. ونفس القصة في النص التاني ده كده. بقى عندي أربع قطع حلوين. القطعة مناب على طول وانت مغمضة عينك كده، مع شوية شوربة بطاطس، مع قطعة من اللازانيا اللي هعملها دلوقتي، وزي الفل. وعلى جنب حلة اللي بيطلع من الفرخة بحطه فيها. شفت المطبخ؟ البساطة والسلق. وادي الدبوس التاني اللي أنا بحبه، وكمان الصدر ده كده باخده على 2. شفت الفرخة تكفي كام؟ والله تكفي 8. خلي بالك الجسم متطلباته بسيطة، سبحان الله. يعني احنا مش محتاجين البروتين أكتر من كده،
لو وزنتها دي تقريبا تعمل لها مثلا 100 جرام زي ما هي كده. دي القطعه دي حلوه، او الصدر ده، نص الصدر ده لطيف جميل جدا اهو زي الفل اهو. والله العظيم عشان بس نفهم الموضوع، ان انا اقعد على فرخه بقعد اقصقصها وافصصها، الجو ده تبذير، انا بسميه تبذير. الجسم متطلباته بسيطه اهي، قطعه من دي اتعشت وزي الفل مع شويه شوربه بطاطس مع قطعه من اللازانيا. تعالوا نتبل الفراخ دي ونتخلص من السكينه والجلافز وكل حاجه كده عشان نبقوا شغالين على ايه، على نور ونظافه اهو. خليكي زي كده، حلو الكلام. طيب نتبل الفرخة دي بقى يا عم الشيف. شوف المدرسة بقى بتقول ايه، عايز الطعم شرقي ولا غربي؟ شفت ازاي بقى، هو ده، عايز الطعم شرقي ولا غربي؟ عايز تروحي مطعم شرقي ولا مطعم غربي؟ بجد يا شيف، عايزها شرقي، كمون، كزبرة، بابريكا، حبهان، الجو بتاعنا والبهارات العربية اللطيفة دي. طعم غربي يبقى صويا صوص وزيت السمسم، وخلص الكلام مع عصرة ليمون وفص ثوم. شفت الكلام؟ دخلت بقى، دخلت المطعم الايه، الصيني، الياباني، الماليزي، الاندونيسي وهكذا. المطبخ الهندي وده مميز شويه، تبقى تشتغل على الكاري وتشتغل على الكمون والكزبره وعصير الليمون والجنزبيل. انا بديكي مدارس يعني، يعني وانت واقفه كده الفرخه دي اقدري تاكليها من اي مطعم انت حباه. انا والله عايز اعملها النهارده من المطبخ الشرقي. الشرقي ده بيجمع ما بين المطبخ العربي والمطبخ المصري. توابلها كالاتي: ملح ده اساس، شوية كمون، بصلاية مفرومة، شفت الحلاوة دي كده زي الفل، بهارات بتاعتنا، كمون، كزبرة، بابريكا معانا زي الفل. واحنا واقفين كده ادي الكمون والبابريكا، الكركم مفيد جدا، كزبرة ناشفة، شفت الفرخة خدت لون ازاي اهي، حلو قوي. كل دول مع بعض، والفلفل الاسود، وخلص الكلام. طبعا الفلفل الاسود هنا اساسي في التتبيله، سواء بتعمليها من المطبخ الشرقي او الغربي. وللامانه هنا شويه ايه، قرنفل. الله، القرنفل ده يا باشا بيديك شماخه وشخصيه وبيظهر طعم التوابل. حلو، معلقه خل صغيره، حلو، عصره ليمون، ونمسك الفراخ دي يا عم الشيف نقلبها كويس تقليبه حلو. ده زيت زيتون، حلو، مع عصره الليمون وطماطميه مبشوره. كل ده عندك في المطبخ، انت مش هتجيب حاجه من بره. طماطميه مبشوره اهيت، بس خلص كده. الفراخ هنا خدت الطعم الشرقي، وانا واقف مكاني زي الفل، وامسكها كده بالليمون ده كده وقلبها كويس. حطها في التلاجة ساعة زمن، اعملها قبل ما تروح الشغل، اعملها من بالليل، وسيبها في التوابل الحلوة دي يا ست الكل يا شربطة. واطلعي حطها بقى، اشويها في طاسة، في جريلا، على جريلا، في حل عندك، في صينية بتاعت اللازانيا، صينية بتاعت البسبوسة، صينية الكنافة. سلايز الليمون اول، الله الله، تتاكل وهي كده زي ما هي نيه. حل فرخه اهيت، وامسك كده الايه، الصدر، ادخل فيه التتبيله دي كده، والفخده ده كده، الله اهو، شفت ازاي تاكل شويه فراخ لها طعم. بس خلاص تمام زي الفل. هشويها ازاي بقى؟ انا في طريقتين للشوي، يا اما في الطاسه اللي عندك، حلو الكلام، يا اما تعملي زينا كده ونحب ان احنا نبين، بنجيب جريلا من مصروف البيت، وفري شهر تشتري حاجه، الشهر اللي بعديه تشتري حاجه وهكذا، وهتجيب جريلا حلوه، ممكن يكون سعرها غالي شويه في السوق، بس على فكره مطلوبه عندك. دي فايدتها انك انت ممكن تقدمي شوق لاولادك لاسرتك بالحاجه ديت، ودي مهمة جدا على فكرة. بناخدها زي ما هي كده ونحطها على البوتاجاز بتاعنا، وانا مولع النار ومجهزها اهي، وحاططها في الفرن عشان تبقى سخنة. دي معانا اهيت، دي زهر. ايه الحديد اللي يصنع منه الجريلا؟ حديد الزهر. ولماذا الزهر؟ لانه بيحتفظ بدرجة الحرارة فترة طويلة،
يعني اذا سخنت معاكي ممكن تسوي لك الفرخ. واحنا واقفين مع بعض هناخد الفراخ دي نحطها على الجريلا وننساها بقى، وبعد ما تستوي ممكن نقدمها بقى زي ما احنا حابين. اللهم صل على النبي. ادي الفراخ معانا مع شويه زيت صغيرين كده في الجريلا. شفت الحلاوه دي كده؟ الشيف المغازي بيحب يجود، يجود في الحاجه، بيجود في الشغل. خلي بالك. معانا روزماري. شفت انا هعمل ايه دلوقتي بقى؟ خليكي زي كده. عشان الجريلا دي شاويين فيها سمك قبل كده، الجريلا دي شاويين فيها لحمه قبل كده، الجريلا دي شاويين فيها كفته قبل كده. بعطر الجريلا، بفصل الطعم. هي دي المدرسه. حلو الكلام. برضو قرنين فلفل حلوين، مخرجنا بيحب الالوان في الطاسه. شفت الجو ده؟ طبعا انت ما عندكيش مخرج في البيت، عندك جوزك ربنا يخليه لك، يحب الحاجات الحلوه دي كده. ننزل بالفراخ دي كده. شفتي؟ ما عنديش حاجه انا، هو شويه حب بس. حب انك تقف في المطبخ تعملي حاجه حلوه لاولادك. مفاتيح السعاده الزوجيه جوه جيبك اللي هو المطبخ. مع ان المطبخ دلوقتي بطلوا يعملوا له مفتاح او باب من اصل يعني. حلو. ايه الحلاوه دي؟ من وقت للتاني بشربها. اشربها من ايه يا عم الشيف؟ من التتبيله دي، بس مش دلوقتي، لما تاخد البصمه بتاعه الشوي. والله الفرخه في قلب الطاسه تقول هي فخده ضاني، دي كرومي، ربنا مبارك فيها، سبحان الله. العيله والقرايب ياكلوا منها. وابدا اشوي الفرخه دي يا عم الشيف. عملت عليها حفله. الله الله على الحلاوه. هو ده. سيبوني بقى اعيش مع الفرخه بتاعتي دي كده، فرحان بيها، بخرت لي البيت. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مخرجنا الجميل بيحب يستعرض اللمسات الفنية اللي هي بتكمل الرؤية والإبداع والفن. أنا آخر واحد ممكن أبذل مجهود في هذا البرنامج. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ معايا شوية زبدة مع عصرة ليمون، عايز الفراخ دي تلمع. رأي مخرجنا. أفيرها. أفيرها يعني إيه؟ نشوف الحاجات الحلوة دي كده. عاجبك أنت الجو ده؟ شفت الحلاوة دي كده؟ شفت الفراخ جاهزة، هندخلها الفرن تكمل سواها في الفرن. عشان ايه؟ نشوف اللي بعده. درجة حرارة الفرن عندي 180، بناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها الفرن. حلو الكلام؟ عيني. الله. شوف فراخ مشوية بطريقة بسيطة وسهلة تقدري تعمليها في البيت بكل التفاصيل. تقدري تقدمي معاها بطاطس بوريه، تقدمي معاها شوربة بطاطس، حاجات لطيفة وجميلة. ممكن تشوي فلفل جنبيها زي ما انت عايزة، ولكن هي معايا بصراحة لها إضافات مني، يعني أنا هجود عليها شوية. ممكن نشوي بطاطس، نشوي فلفل، نشوي بصل ونحطها جنبها، مفيش أي مشكلة.